اذا الاولاد كبروا بداو يقروا. انت في ديك المعاناه في الدار شت الطوله يعني لا جا المشتى تنغبني ولا جا الصيف تنغبني. وليداتي قعدت امين وحدي، وليداتي راحوا يقروا في العين الصفر وانا قعدت وحدي في هذيك الدار. العام اللي فات رديت ولدي الكبير كان اشده غير واحد مولا خير كيما هاك، والوليدات هذوك الصغيرين كان شده اخوه وهذا كان شده غير واحد اخر كيما هاك. ايا قعدت عامين وحدي بديت نخاف ما غديش نقعد وحدي وما رخصتش بلادي باه نمشي منها. حاجه حيرتنا كذلك، قالوا لي الجماعه الاولاد من يروحوا يقروا؟ واه رانا في الخلا والصحراء، مين يروحوا؟ يروحوا منا يمشوا، نمشي معاهم نوصلهم للطريق. الطريق شحال بعيده منا؟ بعيده 2 كيلو ولا 3 كيلو. 2 كيلو في الصحراء هكذا؟ كيما هاك يمشوا منا ويمشوا. توصلهم للطريق؟ نوصله للطريق، نبقى واقفه معاه فما، ما نمشيش عليهم نخاف عليهم. حتى يجي البيس. كيجي البيس تاع بالحنجير طالع من عين الصفرة يطلع الصغار، الدراري الزوج بالصغار ويبقى الكبير، تستناه يجي البيس اللي يجي بالحنجير يدي العين الصفرة. عادة ترجعي؟ أيا ونعاود نرجع لرجلي. ومين تولي انت على رجلك ما تخافيش على روحك؟ نخاف صح الله غالب ما رخصتش ولادي وما رخصتش. يوميا هكذا؟ يوميا كيما هكذا. حم والديك مين يكون الفونتسابل هنا يعني؟ الفونتسابل هنا الناس ما تبقاش تعيش يعني، يدخل فونتسابل تديهم؟ كل وقت نديهم. البرد تديهم؟ البرد نديهم، النو نديهم، الريح نديهم، في كل برد حاجه نديهم انا، داهوش مشو حدا، خاطرش علاه؟ خاف الكلاب.